اهلا وسهلا بكم في نشرة الاخبار، والبداية بالعناوين. انقاذ عائلة من موت محقق بالغاز في الجلفة، حجز 15 قنطار من اللحوم الفاسدة في حمام الضلع بالمسيلة، الشاب حمزة عيساوي يتحصل على رخصة السفر، شجار جماعي يرعب المواطنين بخنشلة، دورة حول أساسيات العمل الصحفي بجامعة البليدة، توقيف محتال يحترف السخرة والشعوذة ببجاية، 4 حالات إصابة مؤكدة لسلالة نيجيريا للكورونا بالبويرة، مواطنون يقبضون على سارق مكمم. أهلا بكم إلى التفاصيل. حجز عناصر الشرطة بأمن دائرة حمام الضلع بالمسيلة أزيد من 15 قنطار من اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري في 3 قضايا تورط فيها 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و59 سنة، وحسب ما أورده بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقة العامة، تعود وقائع هذه القضايا أثناء قيام عناصر الشرطة بأمن الدائرة بعملية مراقبة لمحلات تجارية بمدينة حمام الضلع، حيث قامت بحجز كمية من اللحوم الحمراء والبيضاء الغير صالحة للاستهلاك البشري قدرت ب 13 قنطار من اللحوم الحمراء و 236 كيلوغراما من اللحوم البيضاء، وبالتنسيق من مصالح البيطارية المختصة إقليمياً تبين أن اللحوم المحجوزة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري. تمكنت مصالح الحماية المدنية الجمعة من إنقاذ عائلة من موت محقق إثر استنشاقهم للمرعوب المنبعث من مدفأة بحي بوتريفيس بمدينة الجلفة، وأشارت مصادر الشروق إلى أن العائلة تتكون من 3 أفراد، ويتعلق الأمر بامرأة تبلغ من العمر 42 سنة وطفلتين 13 والأخرى 8 سنوات، وتدخل في البداية الجيران الذين قدموا الإسعافات الأولية للضحايا وقاموا بغلق مصدر الغاز، فيما قامت مصالح الحماية المدنية بمواصلة إنقاذ الضحايا وتحويلهم لمصلحة الاستعجالات الطبية. نظم نادي شعلة الإعلام بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الوينس علي بالبليدة دورة تكوينية في التحرير الصحفي لفائدة الطلبة من تنشيط صحفية الشروق إلهام بوتلجي. تناولت أساليب التحرير الصحفي الناجح وكيفية تحرير التقرير والخبر ومختلف الأنواع الصحفية واختيار زاوية معالجة الموضوع والتعرف على قوالب التحرير الصحفي واللغة الإعلامية السليمة. وكانت الدورة التكوينية فرصة للطلبة من مختلف الكليات للتعرف على ضوابط مهنة الصحفي والإجابة على أسئلة وانشغالات المهتمين بدخول عالم الصحافة، ليكون الختام بالتعرف على خصائص لغة الجسد ودورها في العمل الإعلامي. وقفت مصالح أمن دائرة قايس بولاية خنشلة ليلة الخميس إلى غاية الجمعة 11 شابا في العشرينيات والثلاثينيات من العمر يقطنون من أحياء مختلفة بمدينة قايس غرب الولاية، حيث اتهموا بتشكيل عصابة إجرامية والمشاجرة في طريق العام مع تحطيم ممتلكات الغير، وجرى تحرير محاضرة قضائية ضدهم بتهم بينها الانتماء إلى عصابات الأحياء في انتظار تقديمهم يوم الأحد أمام قاضي التحقيق. كشف بيان لمعهد باستور الخميس عن تسجيل 4 حالات مؤكدة للإصابة بسلالة نيجيريا للكورونا بولاية البويرة، لتضاف إلى حالات أخرى تم تسجيلها من قبل، وهو ما يدفع إلى التخوف من انتشار العدوى لا سيما في ظل حالة التراخي المسجلة وسط المواطنين بالشوارع والأماكن العمومية. كما يؤكد معهد باستور أن الإصابة 4 من السلالة النيجيرية بالبويرة من ضمن حالات أخرى من عدة ولايات، وهو ما زاد من تخوف المصالح الصحية بالولاية من احتمال زيادة أعداد الإصابات وانتشار العدوى في ظل حالة التراخي المسجلة والابتعاد عن الالتزام بإجراءات الوقاية المعروفة.
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة تزمالت التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف شخص يستغل محلا لممارسة طقوس السحر والشعوذة والنصب والاحتيال على مستوى مدينة تزمالت، بالاستعانة بخروز وطلاسم وكتب دينية ومواد تستعمل في السحر. وجاءت العملية حسب بيان خلية الاتصال لمصالح أمن ولاية بجاية على إثر معلومات وارد إلى مصالح الشرطة مفادها تواجد محل تمارس فيه مختلف طقوس السحر والشعوذة بمدينة تزمالت. ومع نهاية الأسبوع تم توقيف لص متخصص في سرقة الهواتف النقالة عن طريق الخطف، وذلك بعد أن اكتشف أمره وحصر من قبل المواطنين داخل السوق المغطاة بعاصمة الولاية أولى جلة، قبل أن تتدخل مصالح الأمن فور إبلاغها لتوقيف المعني الذي كان يضع الكمامة ربما للتمويه، عكس من قبضوا عليه وتم نقله إلى مقر الأمن للتحقيق معه. وقفت مصالح أمن دائرة قيس بولاية خنشلة ليلة الخميس إلى غاية الجمعة 11 شابا في العشرينيات والثلاثينيات من العمر يقطنون من أحياء مختلفة بمدينة قيس غرب الولاية، حيث اتهموا بتشكيل عصابة إجرامية والمشجرة في الطريق العام مع تخطيم ممتلكات الغير. وجرى تحرير محاضرة قضائية ضدهم بتهم بينما الانتماء إلى عصابات الأحياء في انتظار تقديمهم يوم الأحد أمام قاضي التحقيق.